نقف هنا في مخيم جباليا بالتحديد في منطقة تل الزعتر، حيث المنزل الذي حدثت فيه الفاجعة التي بات عليها سكان شمال قطاع غزة. 21 ضحية جراء حريق نشب في هذا المنزل، كانت تسكن به عائلة مكونة من 21 شخص، جميعهم لقوا حتفهم جراء حريق نشب في هذا المكان. وزارة الداخلية قالت بأننا التحقيقات الأولية تشير إلى أن كميات من البنزين كانت موجودة في المكان وتسببت في هذا الحريق الذي التهم المنزل بشكل كبير وراح ضحيته هذا العدد من الضحايا، الجد، الأبناء، وأيضا الأحفاد ونساء العائلة. كل من كان متواجد في هذا المكان لقي حتفه جراء هذا الحريق الذي نشب في المكان. وزارة الداخلية والتي تدافعت للوصول في هذا المكان ما بين أطقم الدفاع المدني والأجهزة الشرطية على اختلافها والكثير من الشخصيات الحكومية والفصائلية التي حضرت إلى المكان، جميعهم عبروا عن حزنهم لما حدث مع هذه العائلة. الرئيس الفلسطيني أعلن الحداد وتنكيس الأعلام، وذلك حدادا على أرواح الضحايا. القيادات الفلسطينية على اختلافها، القوى الوطنية والإسلامية، لجنة متابعة العمل الحكومي أيضا أعلنت الحداد جراء هذا الحادثة وهذه الحادثة وهذه الفاجعة الأليمة التي بات عليها سكان قطاع غزة. كارثة إنسانية جديدة، وقال جهاز الدفاع المدني بأنه قد لقي صعوبة في إخماد هذه النيران لأنه يحتاج إلى العديد من المستلزمات الخاصة بسيارات الدفاع المدني التي يمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها ضمن حصاره المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 15 عام. هذه المعاناة المركبة جراء هذا الفريق وحالة الهلع التي أصابت المواطنين في تلك المنطقة والتي تعد ضمن مخيم جباليا الأكثر كثافة بين مخيمات قطاع غزة الذي هو أصلا الأكثر كثافة سكانية حول العالم، تشير إلى أن أي فاجعة إنسانية تضر بالمواطنين بشكل كبير وتكشف عورة وسوء ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي جراء حصاره على قطاع غزة. محمد أبو ناموس، الغد، غزة، فلسطين.